جاية؟ معقولة يعني أنا قاعدة معك وأنت مشغولة بتليفونك كل الوقت؟ سي عم أحكي مع شاب كتير حلو، اليوم تعرفت عليه. حاجتك بقى؟ بس عم تحكوا كأنكم من سنين بتعرفوا بعضكم. إيه لأنه هو كتير قريب للقلب، فيكي تحكي معه وتسمعي صوته. شوفي تتعرفي عليه؟ لا ما بعرف شو بدي أحكي معه. سيا خلصنا، تعلمي كيف تتواصلي مع شاب. يلا حاولي تخليه ينعجب فيكي ويحبك. يلا المهم تغيري أسلوبك التقليدي. ماشي. ليش كتبتي له مرحبا؟ مو صار لي ساعة عم أحكي أنا وياه. شو بدي أحكي معه؟ قولي. هاتي دقيقة لشوف. شو عم تعملي؟ يلا تعلمي. سفر عبر الزمن؟ يعني شو بتقصدي؟ روقي شوي، عملت خطة. ها؟ جاية؟ طيب معقول انعجب فيكي بهالسرعة هي؟ انتي لشو ما بتعملي صفحة على الفيسبوك؟ رح بعمل كل هالأمور بعدين. بس هلأ لازم روح فورا لأنه عندي شغل. وانتي ارتاحي، دردشي وحبي وعملي كل شي بدك اياه. لك خليكي عندي، لا تروحي سيا. ماشي مثل ما بدك. سكرتي اللابتوب بس لأنه قالك مرحبا؟ ايه؟ معناها شو كنتي عملتي لو أنه قالك أنا بحبك؟ انتي مفكرة أنه في حدا رح يقلي أنا بحبك؟ لا. لا تغيري الموضوع هلأ. قوليلي، خلصتي من الخوف تبعك؟ أكيد ما؟ يعني صار فيكي تتقربي منه وتوثقي فيه وتحكي معه على التليفون كمان؟ لا لا، ما عندي الجرأة. تعرفي؟ شو رأيك تعمليها أنتي؟ لو سمحتي، ها؟ فهميني هلأ، عزمتيني بس مشان الدردشة ولا حتاخديني على شهر العسل؟ ماشي بطلت، لازم روح. ليكي كنت عم امزح معك، لك تعالي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.